المائدة الرمضانية الدرامية. معانا كمان على التليفون واحدة من أبرز نجمات رمضان 2024، وهي الحقيقة دايما بتبهرنا، بتجتهد جدا إنها تقدم في كل عام دور مختلف. مش عارفة السنة دي هنروح معاها فين. هي بتشارك في مسلسل جودر مع النجوم ياسر جلال وياسمين رئيس وشيري عادل، وكمان بتشارك مع النجمة أحمد العوضي، وطبعا وبقيادة المخرج إسماعيل فاروق. خليني أروح للنجمة حبيبتي العزيزة وفاء عامر. مساء الخير يا وفاء. والله انت اللي حبيبتنا كلنا وحبيبتنا. يعني أنا عارفة إنك هتبهرينا طبعا، دايما بتفاجئينا. بتعملي إيه السنة دي بقى؟ يعني هتفاجئينا بإيه بقى؟ والله هي حاجة أنا يعني مش عايزة أقول لك، يعني أنا قلبي بيروح للدور. أيوه قلبك. ومختار ده إن شاء الله. راح لإيه السنة دي؟ فراح للاثنين دول، جودر وطبعا نجم احمد العوضي، طبعا عنده برضو موضوع عظيم. الاثنين احلى من بعض، الاثنين بطعمين مختلفين، الاثنين كل واحد فيهم بيتكلم عن حقبه، واحد حديث والتاني عن طب خليني الاول عند يعني جودر، وده من وحي الف ليله وليله. فهنشوف بقى وفاء عامر في ايه بقى. هعمل ام جودر. ام جودر. ام جودر. بس ايتن عامر دي المفاجاه بقى، هي اللي هتعمل الدور وهي صغيره. تمام. يعني في بلوف كده بيتعمل اول مره، يعني الامتداد. فايتن هتبدا الدور. نروح بعض قوي. وانت هتكملي. انا هكمل من الحلقه الرابعه. طبعا طبعا انت هتقولي لها يا ويلها يا سواد ليلها لو ما عملتش الشخصيه زي ما انت عايزاها. لا، ايتن ممثله عظيمه وممثله مجتهده وبتحب اللعبه وبتحب الشغلانه. وانا لما اشهد لها انا بشهد لزميله، مش هشهد لاختي. طبعا طبعا. هل هي ايتن بس يعني هتطلع في الجزء كده الاولاني ولا هتطلع في الجزء الاولاني؟ كم حلقه يعني، كم حلقه؟ بس ده برضو حاجة لطيفة من آيت النجمة، يعني كبيرة إنها تظهر في ده دلعا لوفاء عامر ولا للعمل؟ لا، لأنها بتفهم. طبعا لأنها بتفهم، ولأن المسلسل ده لازم يبقى مسلسل عظيم، وإن الصناعة كمان لازم تستمر. صحيح. أنا على فكرة عايزة أقول كل يعني ده لكل زملائي. أيوة. انزلوا اشتغلوا بدون قيد أو شرط. صح. أنا محتاجك في الدور ده عشان الدور يبقى قوي، محتاج ممثل كبير مهم. وكلنا نشارك بعض، يعني مرة تانية أنت تعملي مثلا دور برضو في حاجة تانية، وأنت عملتي كده الحقيقة قبل كده، يعني ما بتتأخريش عن ده. طيب ده تمام، يعني احنا هنعيش معاكم أجواء كده حلوة. وشفت برضو أجزاء من التصوير في أماكن مفتوحة، شكلنا هنستمتع جدا مع جودر، وهنحاول نحفظ الاسم بقى على بال ما يجي رمضان يعني. طيب هنروح بقى ليه يعني العمل مع الفنان احمد العوضي. دورك ايه بقى؟ انا دوري فيه مفاجاه، بعمل خير وشر في نفس الوقت، اللي هو النفس البشريه. اللي دايما وابدا بيبقى بني ادم بيبحث عن الخير، فيلاقي عشان يوصل للخير بيروح في طريق شر. وهو يعني ايه، بدون ما نتكلم في الفلسفه، يعني هي بني ادم دم ولحم، بتحمي حد من دمها ومن لحمها، فبيضطرها ده انها تقع في حاجات كتير مش عايزه احرقها بقى. لكن اللي هخصك بيه برضو اكسكلوسيف، ان استاذ محمد فوزي بيعمل السنه دي مسلسل مهم جدا جدا. ايوه صح، عرفت. تاليف طبعا الاستاذ حسام موسى، وده مؤلف يعني يجيد الحبكه الدراميه. واخراج العظيم استاذي اللي بعتبر نفسي يعني من اوائل ما اشتغلت مع استاذ جمال عبد الحميد، بعمل معاهم ضيفه، بطوله هاني رمزي، داليا البحيري، استاذ عمرو عبد الجليل، استاذ نضال الشافعي، ايتن عامر، منى فضالي، مجموعه كبيره قوي قوي من النجوم. كل نجم بيطلع يعني بصراحه بيعمل ضم. يعني بصي، انا دايما بحب الحماس بتاعك، ودايما بحب التحدي بتاعك، ودايما العمل اللي بتبقى فيه وفاء عامر ببقى عارفه ان هي أقوى المشاهد هتبقى موجودة عندها، وهتفاجئنا وهتعمل حاجات أكيد مختلفة. اللي أنا بس عايزة أقوله لك هنا، أنت بتعملي يعني في دور ضيف شرف، وده دور برضو، وبتعملي دورين مختلفين. إزاي بتقدري تعملي ده في وقت واحد؟ يعني أنا عارفة أكيد أنت ما بتناميش يا وفاء دلوقتي. لا، أنا هقول لك على حاجة، أنا ما بشتغلش أبدا دورين في وقت واحد.
بس انا ما اقدرش دور يتعرض عليا حتى ولو كان معروض على زميله ورفضته لاي سبب من الاسباب، وانا اشوف فيه ريحه نجاح وسيم، ما بقدرش. ايوه صح، دي حاجه. الحاجه الثانيه الحقيقه انا بشتغل مع مخرجين ومساعدين اخراج ومدير اعمالي قادر يوظف المساله بحيث ان انا اخلص مسلسل ادخل الثاني بعد بريك اسبوعين. اه فتكوني يعني فصلتي، عرفتي تفصلي يعني. اه طيب قطعتي شوط في ايه؟ مين اللي خلصتي فيه شوط؟ اللي خلصت فيه شوط كبير قوي عند عوض. اه عند عوض. عوضي اه بيدوسوا جامد وشغالين حلو قوي بايديهم واسنانهم. لسه ما اشتغلتش حاجه خالص في جودر، ان شاء الله باذن الله هيبقى في خلال اسبوع، انا بريك دلوقتي، وان شاء الله باذن الله بقى الضيفه دي هيبقى 3 4 ايام دول ممكن يتوقفوا للاخر. يعني بصي طبعا يعني مجهود كبير، انا عارفه هتفضلي تشتغلي كده شكلك لحد رمضان اكيد يعني، لكن قولي لنا برضو العوضي بقى يعني اكشن بيعمل دور، هيبقى عنده ايه بقى اللازمات الجديده اللي هيطلعها؟ احكي لنا شويه. مش هقدر اسكن على العوضي، سر الكون ولا اي حاجه، وحش الكون والحاجات دي. ولا يا ولا ولا يا ولا ولا يا ولا. وان شاء الله انا بقول له السنه دي بالمسلسل بتاعك يا عوضي انت ولا يا ولا. ولا يا ان ولا. شاء الله ولا يا ولا. وفاء عامر انا بشكرك شكرا جزيلا، وفي انتظارك ان شاء الله هيبقى بينا بقى كلام لما تبدا الحلقات والمشاهد، ومتاكده باذن الله انك هتعملي حاجه دايما جميله.